اسمع. فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، إن هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الدجال. إذن هذا الشاب كما ذكرنا مرارا، ما هو السبب أنه عرف الدجال؟ هو نعم أنه طالب علم. فإذا طلب العلم من أكبر إيجابياته ماذا؟ نعم، أن يحميك بإذن الله من الفتن. سؤال يأتيني دائما: يا شيخ كيف نتقي الفتن؟ أطلب علم وابتعد عن الشهوات فقط، فيش، انتهى، خلصنا. أطلب العلم وطبق وتجنب الشهوات، انتهى، خلص، خلصنا. ألفت فيها مجلدات هاي الكلمتين، محور هذول النقطتين. فيا طلبة العلم، أقبلوا على العلم، أقبلوا على القراءة، أقبلوا على الحفظ، هذا هو العلم. إياكم أن تفتنوا بهذه الأجهزة وتمتنعوا عن قراءة الكتب. يوميا على الأقل بدك تقرأ ساعة من الكتب، هذا إذا أنت طالب علم ضعيف، على الأقل ساعة تقرأ الكتب. ويا ريت بعض الناس يقول: يا شيخ تابعني. بتابعك في القراءة، بتابعك وبرشدك وبسوي لك امتحانات، مستعدين، وبوجهك. لكن وين أين طلبة العلم الذين يريدون أن يتقوا الفتن؟ لابد أن نقرأ، نطلب العلم. لا تكتفي بالدروس، لا تكفي لكي تخرج طالب علم، الدروس لا تكفي لتخرج طالب علم، لابد من القراءة. طب انتبه الآن التتمة. أيوة. فيأمر الدجال به فيشبه، فيقول: خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا. نعم، إذن الشبح غير الشبح اللي في الوقت الحالي. فالشبح الآن، السابق كان أن يلقى على بطنه ويبدأ بجلده إيش على ظهره أمام الناس حتى يردعوا الأحياء ويردعوا المؤمنين. طيب أكمل. فيقول: أو ما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الكذاب. طبعا هذا كلمة حق عند سلطان جائر، مش أنت في واد وهو في واد، عند تراه تخاطبه، فهذا يزعم أنه الله، فهنا لم يأخذ بالرخصة، يعذب ويجلد وسيقتل، لم يأخذ بالرخصة. هذا دين الله، دين الله، لابد أن يأتي من يخدم دين الله. تشرف أن تكون أنت منهم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. راح سفيان عايش، بيجي بداله مين؟ ميت سفيان، ربنا ببعث. فيا سفيان عايش، تب إلى الله، أثبت على تدريس الناس لوجه الله، أنت رحت، ربنا ببعث غيرك. فإذا تنبهوا إلى هذا، أن دين الله قائم، من الذي يتشرف بخدمة الدين؟ كن أنت منهم. يعني أنا عجيب، أنت كيف جاي على الدرس لوحدك ومعك سيارة؟ كيف ما بتجيب حدا معك؟ شو المانع تخدم دين الله، تخدم العلم، تخدم السنة؟ ما خطر في بالك أن تصحب أحدا معك؟ يا أخي رن عليهم، استناهم، أحضرهم، يعني هذا أقل شيء، أقل شيء. الناس بدها تتزوج، بقول لك: يا أخي احنا بنيجي على العرس بشرط. شو؟ جيب لنا باص، جيب لنا باص. فبتأجروا بساط عشان ايش؟ ينقلوا المعازيم. فلا يوجد من يتأجر باص ويحضر طلبة العلم الى الدرس. وأين الخدمة لدين الله؟ عجيب، يعني ما كيف احنا مقصرين على اشياء احنا قادرين عليها؟ شو بده يطلع لي 5 ليرات في اسبوع وربنا معطيك ويسر امورك؟
وانت جايب سيارتك فاضي اصلا. ما بعرف يا جماعة، لازم نستيقظ من سباتنا.